يعني انا يعني بقالي كتير ما اتكلمتش معاك يا استاذ محمد، والنهارده سعيد انك معايا. حبيبي يا استاذ احمد، انت اكتر والله، ليك وحشه وان شاء الله كده تكلمنا بوشك حلو علينا يا رب. ان شاء الله. لسه كنت بتكلم دايما مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، مباراه ما بقاش ليها اي تكهنات بينهم ومن بعض، تاريخ كبير جدا، الاهلي بيفوز الاتحاد بيفوز، وخصوصا كمان في الفتره الاخيره الاتحاد عامل مباريات وعروض مميزه جدا. طمني على هذه المباراه بالتحديد. والله يمكن المباراة دي ليها ظروف خاصة جدا، أنت عارف إن دي آخر مباراة لينا في الدور الأول. صحيح. يعني دي نهاية الدور الأول بالنسبة لنا، إحنا لعبنا في الدور الأول 16 مباراة متأجلة ماتش الأهلي. وطبعا على حسب التصريحات الأخيرة من رابطة الأندية واتحاد الكورة إنه احتمال كبير يبقى نتائج الدور الأول هي الفيصل الصعود للكونفدرالية لدوري الأبطال. صحيح. فالنهاردة إحنا يعني ينقصنا نقطة واحدة ان شاء الله، لو ربنا اراد النهارده يعني الحد الادنى للتعادل مع النادي الاهلي، فان شاء الله نستنش الدور الاولاني في المركز يا الثالث يا الرابع، وده هيدينا فرصه كبيره ان احنا السنه الجايه ان شاء الله نشترك في الكونفدراليه او في دوري الابطال على حسب نتائج بقيه الفرق ان شاء الله، لما الاهلي والزمالك يكملوا بقيه ماتشاتهم وبيراميدز. يعني أكيد مفيش شك، يعني دي طبعا مباراة يعني مصيرية. حافز، طبعا حافز كبير جدا للعيبه، والاستاذ محمد مصلحي عمل جلسه مع اللعيبه اول امبارح وراح التمرين وشد من ازرهم، واحنا كلنا يعني ان شاء الله متفائلين، ربنا يكرمنا ان شاء الله. الجمهور برضو النهارده اتحرك، الاستاذ محمد عامل اتوبيسات وترحال للجماهير انها تروح استاد القاهره من عند النادي، على اساس برضو المباراه مهمه جدا، وربنا ان شاء الله يكتب لنا الخير كده يا رب. النهارده طبعا اكيد هيبقى نقله تانيه، خاصة إن أنت النهاردة بتلعب بطولة أفريقيا، بيبقى أون سبوت النهاردة الدنيا بتبقى مختلفة تماما. طبعا نادي زي نادي الاتحاد نادي جماهيري من الأندية العريقة، يعني اللي إن شاء الله دايما نشوفها في المستويات اللي تليق بيها يا رب إن شاء الله.